رجعنا تاني اعزائي المشاهدين وبدايه احداث الكوارتر الثاني والفتره الثانيه، والحيازه كانت للاهلي وتراي كده للاهلي للي ما كانش متابعنا لكن ما وفقش عمر طارق فيها. الكره دلوقتي مع نادي الزمالك، ادجار سوزا، سوزا لكيجو والبيك اند رول، سليم العيسوي وسكرين يسلم لكيجو، كيجو حاول اخترق بيلعب واحد على واحد بظهره وصل معاه، لكن هنا في خطا شخصي على عبد الله ناصر لاعب النادي الاهلي. عبد الله ناصر واولى الاخطاء الشخصيه في احداث الكوارتر الثاني. للي ما كانش معانا، انتهت احداث الكوارتر الاول بتقدم الزمالك على النادي الاهلي 23-14. عبد الله ناصر والخطا الشخصي الثاني ورميتين حرتين لصالح نادي الزمالك. على التنفيذ مصطفى كيجو ما بينجحش في تسجيل الرمية الحرة الأولى. كوارتر الأول خمس محاولات لنادي الزمالك على الفري ثرو أو الفول شوت نجح في أربعة، وسبعة للنادي الأهلي نجح في تسجيل خمسة. وادي كيجو والرمية الحرة الثانية ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عبد الله ناصر لكن تقع من إيده وتسلم لحجازي لإدجار سوزا، إدجار وثري بوينت إدجار ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عمرو الجندي لعمر عزب، عمر عزب قرر إنه يهدى ويستنى عمر طارق لكن الباصة بعيدة شوية على عمر طارق واوت سايد لصالح نادي الزمالك. اوت سايد للزمالك، ادجار سوزا معاه عمر عزب ضاغط عليه، لم يفتتح اي من الفريقين اي نقاط احداث المباراة. كيجو والبيك اند رول لاسلام سالم، عمل لكيجو واسلام على الثري بوينت ينجح في التسجيل، ثلاث نقاط في جعبة نادي الزمالك. لسه الاهلي يعني منتظرين منه اداء احسن من كده. عمر عزب لمايكل تومسون، سكرين لعمر طارق، مايكل وتراي ثانيه لمايكل على الثري بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول نادي الزمالك، ادجار سوزا يطلع بالملعب يبدا الهجمه، ادجار بنتريشن من بعيد يسجل ما بينجحش في التسجيل، عمرو الجندي يلم على طول يحاول ويستقتل على الكوره، يطلع عمرو الجندي بهجمته يسلم ليه تومسون اللي شاط 3 بوينت. تومسون، تومسون الثلاثيه الثانيه من اصل ثلاث ثلاثيات، ده الفرق الى تسع نقاط لصالح نادي الزمالك. حجازي لكيجو، كيجو قرر اخترق وطلع كيك اوت لسليم العيسوي، سليم يبدا الهجمه اخر 10 ثواني في ال 24 ثانيه، سليم لكيجو، كيجو من بعيد شاط ما بينجحش في التسجيل، تروح الكوره عند مايكل تومسون وصراع على الكوره جامبول كما قال زي ما قالت كابتن ايا خالد، تقول الكوره على طول لصالح نادي الزمالك في الحيازه التبادليه. خرج سليم العيسوي وكيجو من نادي الزمالك، نزل ادهم عصام وحازم المشد من نادي الزمالك اوت سايد زملكاوي، وخرج ايضا محمد حجازي ونزل احمد ياسر رقم دبل زيرو اوت سايد زملكاوي 7 دقائق 50 ثانية، واحمد حاتم ايضا التغيير الرابع بدل من ادجار سوزا في نادي الزمالك. اوت سايد لنادي الزمالك في انتظار الاوت سايد، سكرينات توصل عند ادهم عصام، ادهم سكرين من حازم المشد يهوش على 3 بوينت يسلم لاسلام سالم اللي بيطلب ايضا سكرينات يقف ويشوط، لا قرر لكن عمرو الجندي لحقه على طول بدفاع قوي، احمد حاتم استلم الكره لكن هنا في ايه؟ هنا في اشاره بان اوتسايد على نادي الزمالك. ادجار سوزا ينزل تاني بدلا من ادهم عصام، مايكل تومسون والكره اهلاويه، عدى مايكل بدا الهجمه، مايكل سلم لعمرو الجندي، سكرينات لك ليه عمر طارق عايز يعلق له، عبد الله ناصر على 3 بوينت عبد الله لكن ما بيرجعش في التسجيل، يحاول مع عمر عزب لكن توصل على طول لاحمد حاتم اللي بيسلم لادجار سوزا، ادجار سوزا لاحمد حاتم، احمد بيدور على البيك اند رول لكن ايقاف قوي من عبد الله ناصر في دفاعاته، وادي احمد حاتم على 3 بوينت ما بيرجعش في التسجيل، عمر عزب يلم على طول ويجري بالفاص بريك، خلص واحد على واحد ويوصل لكن ما بيوصلش، تروح الكرة على طول لأحمد ياسر اللي بيهدم الملعب ويسلم لأحمد حاتم 26-17
احمد حاتم لي المشد لاسلام سالم بيدور على الثلاثيه، قرر يخترق، بصل المشد اللي بيطلع كيك اوت لكن في السكه ويعمل ستيل على طول عمر عزب، وادي بنتريشن سريع وفاص بريك سريع من مايكل تومسون على طول، نقطتين لصالح النادي الاهلي، هدايه الفارق الى 7 نقاط لصالح نادي الزمالك. ادجار سوزا، سوزا بيعدي، حاول واحد على واحد، بيحاول ويروح على الميديم شوت ما بينجحش في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول لعمر طارق اللي بيسلم بدوره لمايكل تومسون. مايكل خد السكرين، مايكل ليه عبد الله ناصر، قرر يخترق عبد الله لكن قدر يحصل على خطا شخصي هنا على مين؟ هنا خطا شخصي على حازم المشد رقم 55 من نادي الزمالك، اوتسايد اهلاوي وتغيير ايضا اهلاوي وزملكاوي. عبد الله ناصر يخرج من نادي الاهلي، ينزل محمود وليد، ويخرج اسلام سالم من نادي الزمالك، وينزل عمر هشام. اوتسايد للنادي الاهلي 26 19 6 دقائق 4 ثواني. عمر عزب قرر يخترق، بنتريشن عمر، وصل عمر شاط ما نجحش، يحاول معاه مره ثانيه ويسلم لعمرو الجندي ويجدد زمن الهجمه. سكرين لعمرو الجندي من عمر طارق، حاول يعدي عمر، بنتريشن علق لعمر طارق لكن بعيده بعيده يا عمرو، هارد لك هارد لك يا عمرو. اوتسايد زملكاوي، دكه الاهلي بتشجع لعيبه الاهلي. احمد حاتم، احمد حاتم عبد اللطيف، احمد حاتم للسوزا، قرر يخترق، ادجار سوزا تراي بيلحقها مره ثانيه، بيحاول يبدا الهجمه مره ثانيه لاحمد حاتم من بعيد على الثري بوينت شوت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عمر طارق، يسلم لعمر عزب. مايكل تومسون، مايكل يسلم لعمر طارق لكن هنا اوفنسيف فاول على عمر طارق، خطا شخصي وخطا مهاجم على عمر طارق. اوتسايد زملكاوي 5 دقائق 18 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني، اولى الاخطاء الشخصيه على عمر طارق. احمد حاتم من نادي الزمالك ياخذ سكرين من احمد ياسر، ومره ثانيه من كيجو، كيجو ينزل تحت الباسكت ياخذ بوزيشن، يسلم لاحمد حاتم على الهاند اوف، يطلع ليه احمد ياسر، محمود وليد بيحاول معاها لكن هنا خطا فاول اوت او اوت عفوا اوت مش خطا شخص اوت زي ما قال الكابتن محمود جمال لصالح النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي 4 دقائق 59 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. مايكل تومسون، مايكل ليه عمر عزب، يسلم لعمر طارق الانسايد بيطالب بيه النادي الاهلي او مستر اوجوست بوش، محمود وليد اختراقات محمود، وصل محمود ما بينجحش، محمود يلم على طول مصطفى كيجو، كيجو لعمر هشام، عمر هشام حاول يوصل وصل لكن ما نجحش في التسجيل، على طول يلم عمرو الجندي يطلع بالهجمه 4 على 4، عمرو هيتصرف فيها ازاي؟ يستخدم جسمه ويوصل ويستخدم اللوحه وينجح في تسجيل نقطتين عمرو الجندي، وخطا شخصي على ادجار سوزا لاعب نادي الزمالك. كاونت والاند 1 والخطا على ادجار سوزا، اند 1 لصالح عمرو الجندي. تغيير في صفوف الاهلي، خرج مايكل تومسون نزل محمد ابو النصر. خطا الشخص الاول على ادجار سوزا والرميتين الحر، الرميه الحره الاضافيه لعمرو الجندي، اولى الرميات الحره للنادي الاهلي في احداث هذا الكوارتر ينجح في تسجيلها عمرو الجندي. احمد حاتم لادجار سوزا، ادجار ليه طلع كيك اوت لا مصطفى كيجو على الثري بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عمرو الجندي، عمرو يقف ويسلم لابو النصر، ابو النصر الاوبن شوت على الثري بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول لكن هنا في خطا شخصي على عمر طارق. عمر طارق تاني الاخطاء الشخصيه عليه، عاد خطأين شخصيين على عمر طارق. تغيير في صفوف نادي الزمالك، خرج احمد ياسر نزل اسلام سالم، وكوتش بي يطلب تايم اوت لصالح نادي الزمالك.
أربع دقائق سبع ثواني على انتهاء أحداث الكورتر الثاني 26-22 عزيزي المشاهد، أربع نقاط هي الفارق لصالح نادي الزمالك. غيابات النادي الأهلي النهارده أبرز الغيابات هو إيهاب أمين اللي إن شاء الله بإذن الله هيعود في خلال أسبوعين إن شاء الله من عملية الزائدة، وهو متواجد في الملعب أرض الملعب، يعني ده طبيعي جدا بيؤذر أصدقائه وزمايله وفريقه، وأيضا مروان سرحان اللي مصاب في يده، يعني سلامات لكل لاعبينا. ايضا في غيابات نادي الزمالك احمد عاصم وياسين ياسر وعلي حجازي في سبرين انكل، يعني سلامات نتمنى لهم الشفاء العاجل طبعا، لاعبتنا يعني كلنا اصحاب واخوات نتمنى لهم بغض النظر عن المنافسه نتمنى لهم كل الشفاء العاجل باذن الله. زي ما قلت لحضراتكم النهارده اربع مباريات في الجولة الرابعة، الأهلي والزمالك اللي بنذاعها لحضراتكم، الجزيرة والتأمين، سموحة والاتصالات والاتحاد وسبورتن، وانتهت مباراة الاتحاد وسبورتن بنتيجة 83 للاتحاد 75 سبورتن. النهاردة الجولة الرابعة لقاءات فرقتين النادي الأهلي، فريق النادي الأهلي ونادي الزمالك، هقولها لكم على طول. في الجولة الأولى الأهلي استطاع الفوز 76-44 على سبورتنج، واستطاع الفوز أيضا في مباراة قوية أمام نادي الاتصالات 85-79، والمباراة الثالثة أمام التأمين لكن خسر النادي الأهلي بنتيجة 68-78. أما نادي الزمالك فلعب ثلاث مباريات، الأولى كانت مع الجزيرة وخسر 70-56، والثانية كانت مع الاتحاد وخسر أيضا 80-65، والثالثة مع الاتصالات خسر بنتيجة 78-70. نرجع المباراة مرة تانية والحيازة زملكاوية أحمد حاتم عبد اللطيف، أربع دقائق على انتهاء أحداث الكورتر الرابع الثاني عفوا. أحمد حاتم لإسلام سالم، أحمد حاتم مرة تانية، الأهلي قلب زون ديفنس، اسلام سالم بيحاول يعدي لكن محمود وليد بيقابل، يطلع الكيك اوت لاحمد حاتم، وقف وشاط احمد حاتم، نجح في تسجيل نقطتين، غير دفاعاته مستر اوجستي بوش او السينيور اوجستي من مان تو مان الى الزون ديفنس، مايكل تومسون ليه عمرو الجندي، مايكل مره ثانيه، محمود وليد راح سكرين لتومسون، عدى تومسون، سكرين مره ثانيه من محمود وليد، مايكل لسه الكرة مع مايكل، قلب الناحية الثانية لعمر عزب وستريب بوينت عمر لكن بعيدة، وإير بول ما ينجحش في التسجيل على طول، يلم على طول نادي الزمالك، أحمد حاتم عبد اللطيف، أحمد حاتم لإدجار سوزا، زون 2-3 النادي الأهلي بيلعبوا دلوقتي في دفاعاته، مايكل عفوا سوزا بياخد السكرين يقلب الملعب الناحية الثانية على طول ليه عمر هشام، عمر قرر يخترق، قلب السكيب باص على طول لاسلام سالم، اسلام بيهوش ويحاول يخترق لعمر هشام، وقف لكن هنا دفاع قوي من النادي الاهلي ينجح انه ياخد ال 24 ثانيه وتقول الكره في حيازتها على طول لصالح النادي الاهلي. ده غير في صفوف الاهلي هيخرج عمر عزب وينزل سيف سمير، دقيقتين 52 ثانيه 28-22 لصالح نادي الزمالك. ثلاث اخطاء شخصيه توتال على النادي الاهلي وخطأين على نادي الزمالك. مايكل تومسون، مايكل سكرينات، سيف سمير عايز يسلم للجندي، دفاع قوي من عمر هشام على الجندي، سيف وسكرين لعمرو الجندي، سيف عفوا عمرو الجندي بيحاول يخترق ووصل نجح في تضييق الفرق الى نقطتين 28 او عفوا اربع نقاط 28-24 لصالح نادي الزمالك. دقيقتين 25 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثاني، كيجو لسوزا، سوزا بيخترق بيهوش بيوصل لكن هنا في خطأ شخصي على أبو النصر، خطأ شخصي على محمد أبو النصر. دقيقتين 17 ثانية أربع نقاط هو الفارق. أدهم عصام على التغيير في صفوف نادي الزمالك مكان أحمد حاتم عبد اللطيف، إدجار سوزا، الرمية الحرة الأولى ينجح في التسجيل، ثلاث محاولات لنادي الزمالك نجح في واحده واخفق في اثنين ومقابل محاوله وحيده لعمرو الجندي على الفري ثرو او على الفاول شوتنج، وادي المحاوله الثانيه ينجح ادجار سوزا من اربع محاولات في الفاول شوتنج ينجح في تسجيل محاولتين. مايكل تومسون، مايكل عايز يسلم لمحمود وليد، طلب منه السكرين، مايكل خد السكرين من سيف ووقف وشاط ميديا بشوط لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول على الديفنسيف ريباوند، اسلام سالم يبدا الهجمه، اسلام اسلام يقف يسلم ليه عمر هشام، الاوبن شوت فاضي خالص ما بينجحش في التسجيل، محمود وليد يلم ويلحق الكره قبل الاوت، يسلم لعمرو الجندي،
عمرو، لسه كرة مع عمرو لمايكل تومسون. مايكل لسه ما شفناش ثلاثيات النادي الأهلي محتاجينها. مايكل لسه الكرة معاه، آخر خمس ثواني في الـ 24 سنة يا مايكل. محمود وليد ليه سيف سمير، وادي 3 بوينت سيف، ينجح سيف. لسه بقول محتاجين ثلاثيات، يرد عليها سيف على طول، والستيل حلو قوي من مايكل تومسون. يلحق محمود وليد يسلم لمايكل تومسون الثاني. ثلاث نقاط في جعبة النادي الأهلي، ده الفرق إلى ثلاث نقاط. سيف سمير، وادي عمرو الجندي، عمرو وثلاثات عمرو، ثلاثات عمرو الجندي. عمرو ينجح في ثلاث نقاط كمان، ينجح فيهم بالتعادل والعودة أمام نادي الزمالك. 30-30 آخر دقيقة عزيزي المشاهد على أحداث الكوارتر الثاني. ماي إدجار سوزا 3 بوينت، عايز يرد ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول النادي الأهلي. وادي أبو النصر بشمال أبو النصر لكن ما بينجحش في التسجيل، ينجح على طول. عمر هشام يستلم الكورة، عايز يسلم للسوزا، لقى الطريق فاضي، وصل نجح في تسجيل نقطتين آخر 40 ثانية في أحداث الكوارتر الثاني. مايكل تومسون 35 ثانية، عدى قبل الثمان ثواني مايكل، عدى فعلا وخد خطأ شخصي على إسلام سالم، ورميتين حرتين للصالح الأوتسايد. صح كده، أوتسايد لصالح النادي الأهلي. خرج اسلام سالم، نزل احمد ياسر او احمد حاتم عبد اللطيف، اخر 31 ثانية يا عزيزي المشاهد، 32-30 لصالح نادي الزمالك. ايقاف الملعب لتكفيف ارضية الملعب للحفاظ على سلامة اللاعبين. احمد مهيب واول مشاركة في المباراة بدل من سيف سمير، وايضا حازم المشد مكان مصطفى كيجو في نادي الزمالك. سيف سمير خرج، مهيب نزل، كيجو خرج نزل حازم المشد. مايكل تومسون، مايكل لسه مايكل ليه عمرو الجندي، وثلاثات عمرو الجندي ما بيرجعش في التسجيل. مهيب على الديفنسيف، الاوفنسيف ريباوند، وتراي على الباسكت حلوه وروعه من احمد مهيب، نقطتين ياتي بهم التعادل اخر 10 ثواني. عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الاول، مباراه حماسيه وقويه. حازم المشد لاحمد عبد اللطيف، وادي عمر هشام على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، على طول يلم النادي الاهلي لكن تاتي معها صافره انتهاء احداث الكوارتر الثاني بتعادل الفريقين 32-32. اعزائي المشاهدين استراحه ما بين كوارتري المباراه، على ان نعود معكم مره اخرى في احداث بدايه احداث الفتره الثالثه والكوارتر الثالث. كنت معكم معلقكم احمد مناع، زميل العزيز هيثم السعيد، اليك الميكروفون.